لقائي جدد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي شوفوا حكايتي. كما العادة كل مرة راح تكون معانا حكاية، كل مرة راح يجينا إنسان من منطقة من مناطق الجزائر. حكايتنا نهار اليوم جاتنا من سيدي بلعباس، حكايتنا راح تحكيها لنا الأخت هوارية، خاصة بعد دخول أكثر من 6 من العائلة ديالها للسجن. تفاصيل وحقائق مثيرة راح تحكيها لنا هوارية في حلقتنا تاع نهار اليوم. بدون يطال عليكم روح نشوفوا حكاية هوارية. الهوارية مرحبا بك. الله يسلمك. شرفتينا بالحضور. يسلمك الله يحفظك إن شاء الله. الهوارية كنت تواصلتي معايا قلتي لي بلي بلال عندي أنا حكاية. بلال راني عايشة في حقيقة وحلم هكذا في نفس الوقت. صح. حقيقة وحلم في نفس الوقت. قلت لي بلي بلال راني حابة نحكي، راني حابة نوضح أمور، راني حابة نوصل لرسالة، وإن شاء الله تلقاي أذان صاغية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، وأنا اللي جاي لهذ الحصة باش نلقى أذان صاغية لهذ القصة نتاعي يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. بلعباس هوارية. بلعباس. خير الناس. الله يسلمك. الناس اللي يشوفوا فيك حبوا يعرفوا شكون هذه الهوارية، واش تقولي لهم؟ أنا هوارية من ولاية بلعباس، يعني عندي العائلة تاعي كامل، الستة تاع الرجال تاوعي كاع، ربعة إعدام، وعندي البابا تاعي عندها 10 سنين حكم، وعمي 12 عام، يعني ربع عائلات تدمرت نهائي. الله أكبر. بلبل هذه راهي حاجة صادمة، ما من الناس اللي يشوفوا فينا راح يطرحوا العديد من الاستفهامات، راح يقولوا علاش كيفاش منا. ان شاء الله جيتينا نهار اليوم ان شاء الله تحكي لنا كيفاش حتى صارت هذه الحادثه، كيفاش حتى تقلبت للعائله ديالكم، وان شاء الله يكون فيها خير باذن الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. من وينك حابه نبداو هواري اختي؟ نبداو من الليله قبل الواقعه. تفضل. الليله قبل الواقعه ان شاء الله. تفضل. الليله قبل الواقعه مشى عمي هو والولد نتاعه، كان هذاك الموسم تاع حصاد، كي كانوا كيحصدوا كملوا مشى دا الفلاحه نتاعه باش يتفحى في المؤسسه الزراعيه. كي مشى يتفحى كان الوقت الزوج. صح. كي جا يتفحى قال له رئيس الوحده، قال له ما نتفحالكش درك، راه فات الوقت، كان المومو تاع رمضان، قال له راه فات الوقت ما نتفحالكش درك. صرات بيناتهم مناوشات وكاع دخلوا للفرقه. ما بين شكون وشكون؟ ما بين عمي وولده وما بين رئيس الوحده. رئيس الوحده. دخلوا. قولي لي وشنو نوعت المناوشات؟ ضربوا هكذا؟ كيف تقولي؟ ضربوا؟ لا غير بالشتيمه. بالهضره كيف؟ بالشتيمه. معناتها كانت كاينه مناوشه بالكلام. بالكلام. صح. جا الدار فرق كما نقولوا بيناتهم، دخل فرق بيناتهم. قال له غدو صباح ندفعوا الفلاحه، روحوا تا غدو صباح وعاودوا الدفعه. عمي خلى الكميون تاعه تما وخلى فلاحته وروح للدار. جا للدار من ذاك هما في الليل اخوه الضحيه استخبروا باللي صارت مناوشات بين عمي وولاده وما بين رئيس الوحده. اها. عمك راح مع من كان؟ كان مع ولده. برك. مع ولده هو. مع ولده. صح. اها. في الليل هادو اخوه الضحيه وكاين واحد من الجماعه من عندهم من تما تفاهموا كيفاه غدوه باه هما يخلفوا. الصباح كي جا صباح جاء عمي. معناتها كيما حنا نقولوا وقع مشكله. ايه. وقع مشكل. صح. هما بغاو يخلفوا كيفاه زعما تعديتوا على خونا ومنا خصنا نخلفوا. الصباح رئيس الوحده كان مازال ما فتحش كاع، ما مشاش كاع الخدمه تاعه. جاو خوته هادو زوج وجاو جماعه كبيره. وضربوا عمي هذا عنده 78 عام. اخوه الضحيه وضربوا ولد عمي. صح. قعدوا هكاك مدابزين، رفد عمي رفد ولده ودا السبيطار خاطرش ضربوه للعين، داوه للسبيطار، وخوت الضحيه عاودوا ولاو للدار وطبطبوا على خوه كيما نقولوا هذه بشهاده الزوجه، زوجة الضحيه. طبطبوا على خوهم وقالوا لها جري رانا قتلنا عمي وولده. الله اكبر. هما كيف من ذاك الضرب حسبوا حسبت لهم كش ما صرا، حسبوا مات ولد عمي مات. خرج رئيس الوحده يجري من بيت من داره ومشى للمقر العمل.
في هذا الوقت كان عمي من دا ولده لواحد السبيطار، عيط لولده الصغير قال له نتايا الكميون راه وحده في السانتيكا، روح عقب السانتيكا من ندي كما نقولوا خوك للمستشفى. كي مشى لقى الغاشي ولقى هذا رئيس الوحده، دابزوا مع بعضهم بالمناوشات من الضرب وكاع، ولد عمي قتل رئيس الوحده هذا. الله اكبر، يا الله اكبر. ولد عمك هذا؟ ولد عمي. واه الله اكبر، اقدم على القتل ديالو هكذا. والصرام وراه ولد عمك سلم روحه ولا؟ ولد عمي تما سلم روحه. سلم روحه واه سلم روحه للسلطات. قال لهم بلي انا قتلت. واه قال لهم انا قتلت. وكان بكامل قواها العقليه كان لاباس به؟ كامل قواها العقليه شويه كما نقولوا حنا بحكم الشعب الجزائري في وقت رمضان الاعصاب. كي صرات هكاك راح لفرقة الدرك وسلم سلم نفسه. واه درك كي كملت هذا كاع المناوشات وكاع وصرات القتيله وكاع فتنا كما نقولوا الشراع وكاع دخلوا لنا كاع سته كامل الرجال تاوعي انا دخلهم الحبس. معلش هواري نروحوا بلاق ان شاء الله قبل ما نلحقوا لحكايه انه سته من العائله ديالك راهم راهم في السجن. مرمى وليد عمك سلم روحه. وليد عمك اخي هو اللي كان في المستشفى معناتها هو اللي لا كان. ولد عمي صغير. وليد عمك صغير هكذا باش نوضحوا برك الامور. هذا وليد عمك هو اللي اقدم على قتله هكذا صح. من بعد كلحقكم انتم الخبر في الدار كيف كان؟ ما ماتش رئيس الوحده كان ما ماتش في هذيك حتى تنقل المستشفى، تنقلوا المستشفى توفى في الله اكبر المستشفى توفى. لا حول ولا قوة الا بالله. سمعتوا انتم بالحكاية؟ واه. كيفاش كان رد الفعل ديالكم؟ كيفاش كنتوا انتم تما؟ رد الفعل تاعنا الأب ديالو كيفاش؟ حالة صعيبة، لأن هذه أول حالة عندنا كاع في العائلة تاعنا، أول مرة واحد يدخل للسجن، مرة يقتل، مرة أول مرة. عمرها ما صرات لنا. أكيد ما حيتقبلها لا عقل لا دين لا. وعلى بالي بلي انتوما يعني راكم يعني اسره يعني الجاني ولا اللي قام بهذا القتل، انتوما راكم رافضين هذه الحاجه، انتوما راكم رافضينها، انتوما ما راكمش قابلينها. مشات الامور هكذا. مشات الامور للمحكمه، سته اربعه اعدام وب 10 سنين وعمي 12 عام. معليش عاودي برك فهميني، مرمى القضيه طرحت على القضاء ومشات الامور. حكموا على شحال؟ حكموا على ربعه. ربعه من الناس؟ ربعه. خويا خوك شحال حكموا عليه؟ كاع اعدام. بين ثلاثه اعدام؟ بين ربعه؟ ربعه اعدام. صافي. وليد عمك صغير، وليد عمك الكبير اللي كان في لوبيطال، وليد عمك واحد اخر، وخويا وخوك وخويا كاع بالاعدام. كاع بالاعدام صح. والزوج الاخرين؟ ابا 10 سنين في عمره 72 عام، وعمي 12 عام في عمره 78 عام. الله اكبر. شحال دامت هذه القضيه؟ في 8 سنين. 8 سنين؟ 8 سنين. عندها 8 سنين هذه الحكايه. 8 سنين تقريبا. بهذيك المحاكمه سمعتوا باللي انه سته من العائله محكوم عليهم احكام تتراوح ما بين الاعدام وحتى ال 10 سنوات. انتم كيفاش كان رد الفعل ديالكم؟ يعني رد صعب، يعني انهيار بمعنى الكلمه انهيار. ربع عائلات مش عائله واحده، يعني خويا متزوج بعائلته، ولد عمي متزوج بعائلته، اب انايا وعمي بعائلته، يعني الربع عائلات مخليين فيهم نسا، غير حنا نسا. وانتم يعني تواصلتوا مع اسره تاع الضحيه؟ تواصلنا هما حتى هما سمحي لي هو يعني باش نكون منصفين، دوك هي العداله راهي كما يقولوا اتخذت الاجراءات ودارت واش كان لازم. وما تلوموش يعني العائله راح لها انسان فرد منها، راهو يعني عند المولى عز وجل، ما تلوموهاش. على بالي مي راهو شيء صعيب انه سته من العائله ديالك يروحوا هكذاك، راهي صعيبه ماهيش سهله، صعيبه بزاف. تواصلتوا مع الاهل؟ تواصلنا معاهم بصح ما لقينا حتى نتيجه. ما اقترحتوش عليهم الديه؟ ما اقترحتوش عليهم حل ودي؟ درت كل الوسائل عملتها، جبت الجهان، جبت الناس راحت لهم. انت شخصيا تواصلتي؟ أنا احكي لي مور هذاك الحكم والصرا، احكي لي واش درتي والصرا؟ مور هذا الحكم يعني شغل صدمه، اولا صدمه بمعنى الكلمه.
الحاجه الزوجه قعدت انا وحدي كما نقولوا انا راني نجري، مشيت للائمه، مشيت للزوايا، مشيت مشاولهم، مشيت لكل الابواب طرقتها حتى يقبلوا الصلح. ما رفضوا لي الصلح، رفضوا الصلح. قالوا لك بحكم انه يعني جريمه راهي ثابته. رفضوا الصلح، ولكن الجريمه ثابته. انا مش هاربه مني انه ولد عمي قتل ياخذ الجزاء نتاعه، هذا شيء مفروغ منه. ولكن ولد عمي قتل اعترف بالجريمه نتاعه، علاه دخلتوا لي كاع سته؟ تقريبا سته كاع راهم في الحبس. واش كان الحكم ديالهم؟ هو ريختي اللي محكوم عليهم بالاعدام، علاش تم حكم عليهم بالاعدام؟ داروهم كاع مشاركه، كاع كانوا مشاركين في المشاركه. هما كانوا كاينين في هذاك الوقت؟ ما كانوش كاينين، كان كاين عمي وولده هذا الكبير اللي نضرب، وكي نضرب ولدها وراحوا للسبيطار، جا هذا ولده الصغير. وهذه الشهاده كانت كما نقولوا حنا السانتيكا هذه كان فيها 70 شخص من اللي جايين باه يدفعوا الحبوب تاعهم. معناتها كانوا شاهدين؟ درك هما جابوا غير كما نقولوا غير وحدين شاهدوا، بصح قالوا باللي هذاك الشخص هو اللي قتل، يعني بكل بالشهود بالطبيب الشرعي بالاخر هو اللي قتل. دوك وصلوا قالوا باللي مقطع بسيوفه، قطعي له راسه، قطعي له يدي، قطعي له. وانا قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، الشخص هذا ما مقطع، مضروب ضربه في الصدر 3.5 سنتيم، وعندي كل الصور ولكن ما نقدرش نوري. هذيك الضربه ادت الى الى الوفاه تاعه. معليش كنتي قلتي لي بلي جبت معايا بعض الصور، هكذا تجي عطيني نشوفهم. معليش هادو واقيلا كتمشيهم معاك هواري؟ هادو هما كاع ما يخطونيش. معليش هذا شكون؟ صح تقدري توري لي شكون هذا؟ نوريهم لك. صح هذا خويا المحكوم عليه اعدام، هذا راه هاد الايام راه داير اضراب على الاكل، ماش قاد ماش متقبل الحكم تاع اعدام. وكل الساكنه تاع المنطقه نتاعي تشهد لها بحسن السيره والسلوك، كل الساكنه يعرفوا هذا الشخص، يعرفوه تبارك الله، خاطئ المشاكل، خاطئ اي حاجه، يعني في ليله وضحاها ينحكم اعدام، حاجه صعيبه 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 بالبزاف. وهو هاد الايامات راه داير لي اضراب، يعني وراكي تروحي تزوريه هو او يحكي لك كيفاش راهو يتجوز الايامات؟ قولي لي. صعيبه صعيبه صعيبه، سيرتو قال لك في الحبس يلغوا له رواق الموت. شو رواق الموت؟ يعني كلمة صعيبة، صعب. ما تراه في الحبس إلى 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 ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية. وهذا هو كل شيء. هذا مش عارف عمره عندها 35 عام هكاك، هذا هو كل شيء. عاد متزوج جديد، عاد ما شبعش حياته كاع، يعني في دقيقة داخل الحبس. كنت تشوفي تصورته هكذا الهوارية كيفاش؟ ما نقدش، هو كل شيء، هو الركيزة تاعنا، هو كل شيء. أما أنا راها مريضة، والله إلا راها مريضة، يعني السكر تاعها ما يهبطش من 5 غرامات، ما يهبطش. أنا راني مريضة كونسير، أنا اللي راني نجري عليهم، يعني حالتنا تصعب على الكافر، والله لا تصعب على الكفر. وهذا هذا وراني ناشد بها كامل كامل، قال لي يعرفوا الساكنه تاعنا واش يروحوا يسقسوا على هذا. والله العظيم نعم الاخلاق، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله نعم الاخلاق، والله العظيم كل يروحوا يسقسوا عليه في المؤسسه العقابيه يقولوا لهم هذا كداير خاطيه، هذا خاطيه، هذا اصلا راه مدمرني، والله العظيم راه مدمرني. كي نمشي له للحبس ما ياكل ما يشرب، ابسط الحاجه يقول لي تعرفي شنو هي كلمه محكوم اعدام؟ راكي عارفه شنو هي اعدام؟ مانيش دايرها، ما شتهش انا هذا الشخص، ما شتهش. وكامل حتى الشهود قسما بالله يا خويا بلال، حتى الشهود شاهدين على هذا بلي خاطئ، وعز جلال الله شاهدين على هذا بلي خاطيه، حتى ام الضحيه وخوت الضحيه عرفوا بلي هذا خاطيه، علاه محكوم عليه اعدام؟ يعني كلمه اعدام في حد ذاتها ما يستقبلهاش العقل، صعب والله لا صعب. هذا بواسا يكبر في الحبس،
كبر 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 في الحبس والله اللي كبر. شحال شحال كان في عمره كي دخل الحبس؟ درك راه عنده 72 عام. وشحال مازال المحكوميه ديالو؟ باقي له ثلاث سنين. ان شاء الله ربي يرجعه لكم ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله ربي يرجعه لكم الاب ديالك ان شاء الله. وهذا؟ هذا عمي. عمك هذا شحال في عمر عمك؟ 78. وشحال حكموا له؟ 12 عام. شحال في عمرهم كي دخلوا؟ كاع اكبر فيهم 35 عام. 35 هذا بين باللي راهو شباب راهو صغير. شحال في عمر هذا؟ هذا 32 عام. 32 عام؟ وهذا نتيج خويا 35 عام. وهذاك دخل في عمره 20 عام. الله اكبر، هذا هو اللي قتل؟ هذا هو اللي قتل. ابن ديالو هذا؟ لا ولد خويا، ولد خور. حول ولا قوة الا بالله. كي راكي تشوفيهم هكذا في التصاور ومن بعد راح تشوفيهم في السجن زوريهم، واش راهم يحكوا لك؟ خاصة اللي محكوم عليهم بالإعدام، نقدر نقولوا باللي بالك الأب ديالك وعمك عندهم أمل. ما بقاش إن شاء الله، ما بقاش. عندهم أمل. ما بقاش. ما بقاش إن شاء الله. بصح هادو واش راهم يحكوا لك؟ قولي لي. يقول لك يا ريت حكموا علينا مدة، يعني مدة ندير كالوندري نديرها في الحيط ونقعد كل يوم نقارع ذاك النهار ومتى يفوت. درك قال لي حكموا علينا إعدام واش تقارعي؟ ما كاش حتى حاجة تقارعي لها. يعني صعيبة صعيبة. ما تعرف تماك شغل موتى حتى إذن ربي، خاصة أنهم راهم شباب يعني في عمر الظهور، راهم شباب في عمر الظهور. بالك هو راهو غلط، هو غلط غلط قام بهذا الفعل، راه يخلص ولكن ماشي كاع ستة، ماشي كاع ستة والله حكم جائر، ماشي كاع ستة، ستة من عائلة وحكم قاسي يعني من الإعدام 10 سنين 12 عام، يعني صعيبة صعيبة ما صعيبة بالبزاف. انا وصلت بعت السكنه نتاعي باش قعدت نخلص المحامين، والله الا بعت السكنه نتاعي باش نخلص المحامين، يعني دمار بمعنى الكلمه. ما هما بالك مات لهم ولدهم، بس انا ربع عائله تدمرت. واعترف كيما نقولوا بالجريمه نتاعه، يحاسبه القضاء يحاسبه، حنا ما شهر بالله من القضاء دار الجريمه نتاعه يخلص، ولكن مش ست. خاصة انه راهم يعني شباب، معليش وراهم هو واش من سجن راهم؟ راهم في ولاية سعيدة، ولاية معسكر، ولاية لغواط، ولاية المنيعة، يعني كامل هذا. معناتها كل واحد وراه؟ كل واحد وراه. كل واحد وراه؟ كل واحد وراه. الأخ ديالك قلت لي ياكي دائما تزوره؟ نزوره. شحال من وقت باش راح تزوره؟ نزورها خاطرش نطول ندير لها شهر مع الركبه وكاع مصروف وكاع. كي تروحي تشوفيه واش يقول لك؟ تلحقي البلوار تشوفيه واش يحكي لك؟ يقول لها احكي لي نهار من الايام ديالو كيفاش راهو يتجوزها. يعني ما يتواصلش مع تما المساجين، حتى الحارسين تما قال لك ما يتواصلش، يعني ممنوع. غير القران تاعه وقعد في بلاصته. كي نمشي لها نقول لها سمو عبد الغاني، نقول عبد الغاني هكا كول دير، يعني يقول لك صاي انا حياتي كملت. راهو في زنزانه وحده يعني؟ زنزانه وحده. راه في زنزانه وحده. زنزانه وحده. شحال يريح هو داخل هذيك الزنزانه؟ يريحوا فيها تقريبا قال لك من ربعه تاع الشيه يتبلع، ما يخرجوش كما نقولوا من ربعه حتى اليوم الاخر. حتى الغدوه من ذاك؟ حتى الغدوه من ذاك. الصباح. الصباح عاد يخرج. باش يخرجوا. يخرجوا الله اكبر هكذا. صح ما قدش. صح صعيبه. ما قدش. صعيب الامر، ما راهوش ساهل انك تكون انت محكوم عليك بالاعدام، راك في هذاك السجن، راك ما بين ربع حيوط. مش حقول لك انا هواري اختي دوك هو راهو دار هذه الحاجه ويتحاسب. ولكن انا ناشد السلطات، ناشد رئيس الجمهورية، ناشد وزير العدل، يعني عاودوا لي إعادة النظر في هذه القضية. هذه القضية اللي نقولها عليها يقول لك مستحيل، هذه القضية مستحيل، يعني ستة إعدام مستحيل، يعني رانا نشوفوا جرائم فيها حرق فيها، والله ما وصلت الإعدام. احنا يا ستة إعدام يعني عائلة كاملة راحت. صح صح صح. يعني صعيبة. مش هنقول
هوري ان شاء الله ربي يجعل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يجعل نتيجه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ويعاودوا لي اعاده النظر في القضيه. انا ما نطلب منهم والو، يعاودوا لي غير اعاده النظر. والله العظيم لا ظلم، اقسم لا بالله العظيم راه فيها ظلم. والله الحبس ياما فيه مظالم، مش كل اللي دخل الحبس راه داير، والله الا راهم فيهم شحال مظلوم. اكيد اكيد نتمنى منهم يعاونوني هذا ما كمان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله عز وجل ربي يفك اسرهم ان شاء الله. احنا كذلك من هذا المنبر ان شاء الله نطلبوا ان شاء الله من السلطات انها تشوف الحاله تاع هذه المراه هي وخاوتها، وان شاء الله يعودوا يشوفوا في القضيه، وان شاء الله بالك يكون فيها خير. واحنا كنا ثقه في السلطات، وكنا ثقه في القضاء ديالنا بلي قضاء عادل، وعلى بالنا بلي رئيس الجمهوريه هو القاضي الاول في البلاد، على بالنا بلي راح يشوف الحاله تاع هذه المراه واعاده النظر، واللي كان عنده حق ان شاء الله يديه، على بالنا بلي اللي كان عنده حق ان شاء الله يديه باذن الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله. دوك قلتي لي هواري راكي بسرطان. انا بسرطان. وكيفاش حكايتو؟ راكي داوي وكيفاش راكي ديري؟ راني نداوي، نمشي سبيطار نداوي من داك، من يكون عندي محامي ولا تكون عندي حاجه نسمح في الدواء تاعي ونروح هكذا. هواري ما عنديش شكون يجري عليا. وكيفاش راكي تقسمي يعني الايامات؟ والله العظيم لا مرضي نسيت، قسما بالله مرض السرطان نسيته، رغم انه الاخ الضحيه قال لي فقط من راكي مريضه سرطان، لو كان ما راكيش مريضه سرطان ندخلك حتى انت للحبس. يعني شوف وين وصلنا، يعني اي حاجه ندخلك للحبس. شفعت لي عندهم برك لاني مريضه سرطان، ومش غير انا مريضه سرطان، عندي اختي ثاني مريضه سرطان. الله اكبر. ثاني ربي ما يوري ظلم الواحد يا ربي، والله لا يدخل حتى مؤمن للحبس، له لا يدخل حتى مؤمن للحبس. والله سيرتو اذا كان مظلوم، لما اذا كان دايرها بنا باللي خالقه، ولكن اذا مظلوم والله لا يشوفها الواحد. حياتنا تدمرت، انا من مورا هذه القضيه هذه انا قبضني السرطان. يعني انا راني ناسيه مرضي، ناسيه داري، وراني متكلفه بالعائله. انا نمشي لهم للحبس، انا نروح للمحامي، انا نتنقل من ولايه لولايه، ما لقيت حتى نتيجه. شفتي باللي طريقي مسدوده، ما لقيت حتى نتيجه. وكيفاش راكي تروحي تشوفي الاب ديالك، الاخ ديالك، وليد عمك، وليد عمك الثاني؟ كيفاش راكي تقسمي؟ مرات ما نمشوش، مرات نفرسوا لهم دراهم، لانه يعني هما محكوم عليهم اعدام، ما تدخلهمش القفه. ممنوع. ممنوع الكفة. فندفعوا لهم دراهم. باش كشما يشرو تماك، باش كشما ياكلوا. صعيب 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 الشيء، والله يعني غير كلمة إعدام برك راهي صعيبة. كلمة صعيبة. راه الوقع ديالها على الإنسان راهو صعيب، إن شاء الله ما نتمنى. والله كلمة سرطان أهون 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 بكثير من كلمة إعدام. والله العظيم كلمة سرطان أهون بكثير من كلمة إعدام. سرطان يكون عندك أمل. راني انا نتمشى، انا سرطان راني نتمشى، بس عندي امل، عندي امل في ربنا، عندي امل الرياح، ولكن الاعدام ما كانش امل. اعدام والله ما كاين امل، يدمروا لي حياتي انا سير. انا خاصه خويا هذا دمروا لي حياتي، خويا هو كل شيء، هو السند نتاعي، هو ويجري عليا، هو كل شيء يديره، هو متكلف بالعائله. والله العظيم والله يا بلال، والله وتروح للبلديه تاعنا وين ساكن، اقسم بالله تقول لهم هذا الشخص، والله العظيم والله الصغير قبل الكبير يقول لك نعم الاخلاق، يعني ماشي هينه في ليله وضحاها يقول لك محكوم على اعدام. والله ما هينه، يقول لك احنا نعاود نشوفوا هذا، يعاودوا لنا غير النظر. والله لا كان الحكم جائر، نتمنى ويعاودوا لي يا الرئيس تبون ويا وزير العدل، يعني يشوفوا غير في حالتي انا منشون. انا مش هاربه من الحق، والله ماني هاربه من الحق. ولد عمي دارها خلص، ودافع دافع حتى هو دافع على روحه، حتى واحد يشوف بواه مضروب والله ما يتحملها. والله العظيم اي شاب يشوفه بواه 78 عام وخوه رايحه عينه والله ما يتحملها. ولكن دار ولد عمي خلص، بصح ماشي سته، يا ماشي سته، والله ما سته، سته اعدام وزاد عاطيني 200 مليون خطيه. هذه 200 مليون خطيه من نجيبها؟ وش هي الوسيله اللي نمشي نخدم بها؟ يعني ما راهوش مخلي لي حتى حاجه، ما كانش حتى حاجه ندير بها.
وزادوا داروا ليه هذه. عطيني 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 شوف درك ما كفاهمش كاع كامل هاك، راهم يديروا لي الخويا التشهير في الفيسبوك ويديروا له باللي هو عنصر من الداعش، يعني والله صعيبه. مسحيد معاك معليش، مسحيد معاك بالعقل برك، بالعقل برك. وريه في اخر البرنامج ان شاء الله، كلمه الاخرى اليك، انت واش راكي حابه تقولي ولا الرساله اللي راك حابه توجهها ان شاء الله. كلنا اذان صغيره تفضل. الله يحفظك، اولا نشكرك انت ونشكرك الفرقه تاعك، ربي يحفظكم وقناه النهار. مرحبا بك. عطاتني هذه الفرصه باش نجي نهضر. وانا ناشد من هذا المنبر، ناشد وزير العدل، ناشد رئيس الدوله، بجاه ربي بجاه ربي عاودوا لي اعاده النظر في القضيه تاعي. هذا ما كان، مانيش طالبه حاجه، عاودوا لي اعاده النظر، اللي دار يخلص ماشي كاع سته. انا ولاد عمي وبوا وخوتي كبروا في الحبس، هاي مرضوا مخير فيهم راه مريض، وانا هذا وخويا راه داير اضراب على الاكل، كنت روحوا تسقسوا في السجن نتاعه وليت سعيد راه داير اضراب على الاكل. نطالب بجاه ربي، يعني شوفوا حالتي برك، شوفوا حالتي برك، هذا ما كان. يا انا راني ناسيه مرض السرطان، والله ناسيته، اقسم بالله راني ناسيه مرض السرطان برك. نتمنى غير اعاده النظر في القضيه، نبغي نشوف خويا، نبغي نشوف با، نتمنى نشوف با ونشوف خويا قبل ما نموت، هذا اللي نتمنى. غير يوقف قدامي، والله صعيبه، والله صعيبه يوقف با قدامك ورا ورا الزاج ويقول لك مانيش قاد، والله صعيبه، والله ما يتحملها حد، والله المؤمن ما يتحملها. صح صح. معلش 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 هواريا هواريا معلش. والله با ما قلت لها راني مريضه سرطان، والله با ما قلت لها راني مريضه سرطان، والله العظيم. معلش معلش هواريا اختي، معلش 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 هواريا هواريا. صحي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صحي سي بون صحي. ام سعيد معاك، معلش ام سعيد معاك، فيها خير ان شاء الله، فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، الله يحفظك. سي بون شكرا. كلميتي شكرا. ورينا تبسيمه، ربي يجازيك، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يدوم امين ان شاء الله، الله يجازيك امين ان شاء الله. قال لك بارك الله فيك، يعطيك الصحه، بارك الله يحفظك ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في العدد القادم في حكايه جديده، وان شاء الله نسمع اخبار مليحه على اختنا هواريه ان شاء الله. وبالك ان شاء الله السلطات راح تعاود النظر، تعيد النظر ان شاء الله في القضيه تاع الاخوه ديالها والاب وعمها، وان شاء الله بالك يكون فيها خير، وان شاء الله العداله تاخذ مجراها واللي دار يخلص باذن الله ان شاء الله. هكذا ان شاء الله. بارك الله فيك، فيك بارك الله. وصلنا لاخر البرنامج، الله يجازيك.